تحية للحضور هنا. هي محطة من المحطات اللي واجب على المواطن أنه هو يجي يعطي الرسالة ديالو، يعطي الأحاسيس المشاعر ديالو. غلاء الأسعار هو يعني مادة من المواد اللي غتسهم في اندحار المواطن، غتساهم في تراجع المواطن عن حتى الإنسانية ديالو. اليوم المواطن كيشوف أن الدولة ديالو ما صفتوش. احنا أول مرة في التاريخ ديال البشرية دولة كتبيع الغذاء ديالها. هذا شيء غير مسموح به، أنك تبيع الغذاء ديالك باش كتضمن وجود المواطن معك، كتضمنه بالغذاء وبالماء زائد الأمن. ولكن مني انت وليتي كتبيع الغذاء ديالك لمن؟ من أجل مواقف، من أجل مواقف، مواقف هي مواقف معبر عنها، لها سند أممي أن المغرب والصحراء هي مغربية وأن المغرب له صحراء تمتد إلى حدود القرقرات. نحن لا نحتاج إلى بيع الطماطم ديالنا، أو نحن لا نحتاج لتفويت الطماطم ديالنا والخضر ديالنا والغذاء ديالنا من أجل موقف قادم من أدغال إفريقيا حتى شي واحد ما كيسمعو. باش نكونوا واقعيين، باش نكونوا واضحين، راه اليوم والي بنك المغرب، غنقولوا لوالي بنك المغرب والسيد المدير العام للخزينة العامة، غنقولوا ليه بأنك خطأتي في حق الشعب وصفت البنك الدولي. فمن يطلب منك البنك الدولي أنك توفر واحد السيولة واحد السقف ديال السيولة من العملة الصعبة، فين توجهتي؟ كان الخطاب ديال الملك أنه هو وجه رسالة للمغاربة المقيمين بالخارج، المغاربة المقيمين بالخارج ما لبوش النداء، ما لبوش النداء وما ناضلوش من أجل الوطن. أشنو بقى؟ بقى الغذاء ديالنا ولينا كنبيعوه بنفس الثمن باش نحصلوا على عملة صعبة. علاش؟ باش حنا نوجدوا الحرب مرتقبة مع الجزائر، جوعانة باش نتحارب مع الجزائر، العملة الصعبة باش نشري لنا أسلحة من المرتقب أنني واقلة ربما غنحارب بها أو لا. حنا ما كنخافوا من حتى شي واحد، هذا موقفنا، هذه رسالة ديالنا، هذا إلمام ديالنا بالأوضاع اللي كاينة داخل هذا الوطن. حنا ما لقيناش شي اذان صاغيه ممكن انها تسمع لينا. حنا غندويو على مدينه اسفي، حنا مدينه اسفي كندويو على اللامركزيه. واش اللامركزيه ما كايناش في الفلاحه؟ حنا منطقه جهه مراكش اسفي، عندنا منطقه الحوز وعندنا منطقه طخوم شياضمه وعندنا عبده احمر. علاش لحد الساعه ما تمش التفكير في خلق واحد برنامج او نظام او قانون فلاحي الهدف منه انه هو يجسد فكره ديال الملك او ديال الحسن الثاني اللي قال الله مركزيه الموسعه. انا كنجيب الخضره من اكادير، وانا عندي الماء، انا عندي خزان ديال الماء هنايا، عندي عيون كتستافد منها الناس، العين ديال عيون كاينه هنا، كيقول لك هي في الملكيه ديال الملكيه ديال الناس كبار، ولكن حنا ما كنستافدوش منها. لذلك حنا باش نوازنوا السياسات. كيفاش نوازنوا السياسات؟ اننا حنا نخدموا ما هو دبلوماسي وما هو كيخدم المصلحه الوطنيه والحدود ديالنا والجغرافيا والتاريخ ديالنا، وما يخدم المواطن، يعني سلامة المواطن فين كاينة؟ في الغذاء ديالو. ولكن اليوم انتم بعتوا الغذاء ديال المواطن، هذا راه شيء لا يعقل. باش متقعدني انا هنا في المغرب؟ باش متقعدني انا في المغرب؟ رسالة نعاودوا ندمسوا الكارتة من جديد، نعاودوا نقادوا الامور ثاني من جديد، نديروا واحد السياسة فلاحية، نستغناو ونشوفوا مين دبروا العملة الصعبة من مكان اخر، وهي عملة سوداء كنجيبوها من افريقيا، وحنا كنبيعوا مطيشة. بل أكثر من هذا ولاحظنا في السوق وجود براعين صغيرة ديال الخضار، يعني هنا في رمضان لا حول ولا غادي نهز السيف، لما زينا السيف غنهزو لساننا والسلام. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.